منه انا زينب تسلم علي، منه انا العقيل الهاشميه، هذه زينب واللي ما عرفه بخدرها، هذه زينب دللا ما حد نظرها. بتروحوني ولا ودني لها يا الأكبر، ودني لها ودني لها، أنا بخفف بجيها ويايا ويايا، ودني لها أنا بسلم، ودني لها أنا بأرد التحية. وقف ورا الخيمة ايش قال؟ باكر هنا هالأعاد بيذبحونا، باكر هنا احسن نحرا يقطعونا، باكر هنا حسين صدره يكسرون. اسمع 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 اسمع، باكر هنا زينب تروحي سبية، دون كافي تمشي يا زينب ذليلة، دون كافل تركبين أجازيلة. إلى أن جاء يوم العاشر استأذن بالقتال، طلع لكن وقف شوية، قال للحسين ايش بيك حبيب اتذكرت الأهل؟ قال له لا، لكن طالع الواقفة على باب الخيمة، طالع ولن وحدة تقول يا أهل الشيام هذا محلكم، أقرأ له كافي. ذهب إلى القتال، قتل على كبر سنه مقتل عظيما، حتى التهب قلبه عطشا، كمن له لعين طعنه بالرمح في ظهره، خر على الأرض، جاءه لعين آخر، يا علي يا علي، أخذ سيفا واحتز رأس حبيب، سقط على الأرض ينادي أدركني. حطوا راسه بين ركبتي الفرس وتضربها، وراحوا للكوفة، ولن الولد يشوف راس أبوه، أخذ الراس، التفت حبيب إليه، يا ولدي كان عليك تصعب هالرزية، عندك حاجة؟ روح الضعينة وعاين الحالة رقية. روح الضعينة يا ابني وشاهد الأطفال، شاهد رقية صيح ومنها الدمع همال،
طفلة وصغيرة يا وسف تتشتف بالأحباب. بعد بويا روحي لها ومقنعة ودي إليها وشوف الأعادي شلي مسوي فيها كلمات وإن الصوت يتلوى. أسألك الدعاء خاف كلفتك بالبجي الليلة وباكر يا ولدي الأعادي روعوها بذيك الخرابة يا ولدي نزلوها وفي طشت الذهب يجيبوا راحة.